لنا مشاهدي، خلينا نشوف مرحبا بكم في البث المباشر. يعني الان نهايه اليوم الاول من مهرجان قناوه بالعاصمه الاقتصاديه، والبيضاويين الان كيغادروا ساحه الامم المتحده او لساحه ماريشال كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام. الان ساحه الاخوه والبيضاويين كيغادروا الساحه بعد ما كانوا كيتفرجوا هنايا في مهرجان قناوه. كما كتشوفوا معنا الناس غاديين، الساحه بدات كتخوى. يعني هذه هي لاسين اللي كان كيدار العرض ديال المهرجان، هو هذا يعني مجموعة من الأشخاص اللي كيجيو أنهم باش يفرغوا داك الروتين ديال العمل في مهرجان مع البداية ديالو في اليوم الأول. توافوا مجموعة من البيضاويين، توافوا الناس بزاف هنايا وحضروا وشاهدوا الفرق الموسيقية اللي كانت حاضرة ديال قناوة، تبعوها بكل شغف وبكل حب. يعني قناوة عندها العشاق ديالها. يعني نظرة واحدة اللي خديت هو الكمية الأزبال اللي مرمية هنا في ساحة الأمم المتحدة. يعني الناس كيرموا الأزبال غير المكان المخصص لها، خاصة ترمي الأزبال في مكان مخصص لها. جنة مشاهدين الكرام، غادي نودعكم على منتقلكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.